يقول السائل: ما حكم شراء الكتب المصورة والتي تعرف عند الناس بالطبعات المسروقة؟ وهل يوجد شرعا ما يعرف بحقوق الطبع للكتب الشرعية؟ نعم، حقوق الطبع هذه ملك للمؤلف، هذا ملك للمؤلف لأنه هو الذي ألف الكتاب وتعب فيه، فهو ملكه، فلا يجوز لأحد أن يطبعه إلا بإذنه، ولا يعتدى عليه، خصوصا إذا كتب على الكتاب حقوق الطبع محفوظة، فلا يجوز لأحد أنه يعتدي عليه ويصوره أو يطبعه بدون إذنه، كما لا يجوز الواحد أنه يأخذ ثوبك أو يأخذ لباسك أو شيء من مالك، لا يجوز أنه يعتدي على مؤلفك ويطبعه ويبيعه أو يوزعه بدون إذنك.